كيف حالك يا جهد؟ دكتور حنف محمود عبد السلام، استشاري ورئيس قسم جراحة الأنف والأذن في حنجرة بمستشفى روي الحياة. من أكثر المشاكل اللي بتواجه الأطفال واللي بنشوفها في الأطفال عندنا التهاب اللوزتين المزمن، لو عنده حساسية نعالجهم الحساسية. الحاجة الثانية هي تضخم اللحمية خلف الأنف، ودي بتأثر على مستوى الأكسجين اللي بيتنفسه الطفل أثناء النوم ونموه. بيقيس ضغط الأذن الوسطى، لأن إحنا بنشوف لحد الطبلة، فبنشوف الطبلة شكلها بيبين لنا ان ممكن يكون في ميه خلف الطبله، هي اللي بيخليها ما تسمعش في الاونلاين كويس. لو ما تحسن على العلاج ده نبتدي نعمل له اشعه على البلعوم خلف الانف، نتاكد من وجود لحميه. لو لقينا اللحميه متضخمه والميه استمرت 6 شهور بندخله، نسحب الميه دي ونحط تيوب صغيره جدا حجم الحمصه دي عشان تعمل تهويه للاذن الوسطى، الطفل ما بيشعرش بيها بعد كده. مستشفى رويال حياه.